انا نواصل حوارنا، ولو زوجك اكبر منك بكتير وزي في سن والدك تعملي ايه؟ والحوار ساخن حتى في الفاصل. انا هاجي لحضرتك مدام ماجده، بس سماح عندها سؤال لاميره. اميره جلال بتقول انه التجربه ناجحه وفرق 20 سنه ناجحه، عايزه تقولي لها ايه؟ انا عايزه اسال شيماء، عايزه اسالك فضل. انت بتقولي ان انت عانيتي طول ما كان في زيجه، وانه قبل المرض وبعد المرض، ومريتي بكوارث كتير جدا. انت ما فيش وقت فكرتي فيه لا انا مش قادره استحمل كده، انا ايه اللي خلاني اعمل في نفسي كده، او ان انا لازم اسالي شيماء بقى؟ يعني ما جالكيش الشعور ده ولو مره؟ ولا مره ولا مرة، بالعكس. انا فعلا انا عايزه اقول لك بالعكس، ده كان بيقويني اكتر اتمسك بسعيد وافضل تحت رجله، تحت رجله. انت حاسه انك انت نضجتي في تجربتك في الجواز من حد اكبر منك في السن، غير في شيماء ايه؟ شخصيتها بقيتي اكبر؟ انت كنت بتقولي في الفصل انا بقيت اكبر، اصحابك بقيتي عن بقيت مش بقيت بس اتغيرت. اتغيرت يعني انا اصلا سعيد لما عرفني كان حابب البنت الخفيفه، دمها خفيف، اللي انا نقعد نتنطط في البيت مع بعض، اتنين مجانين. ودلوقتي اتنين مجانين. دلوقتي انا ممكن بضحك في وش الناس، انا من جوايا حاجه تانية خالص. وللعلم عشان بس في ادي صورتك اهي مع استاذ سعيد. فعلا دول مجانين. طيب. انا لسه قال على اسمك بقالي 3 ايام. مدام ماجده عندها تعليق على كلام احصائيات بقى بالعلم، بس انا معانا في ابحاث في انجلترا. انت مش مقتنعه بالكلام ان هي انا مقتنعه ان هي بتقوله صادقه، انا مش بكذبها ابدا التجربه، ان متاكده ان الكلام ده حقيقي، والدليل لا واكبر دليل على ده لو انا بصيت له، انا الكلام اللي بتقوله مقتنعه بيه. طبعا. ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز السيده عائشه وكان فرق كبير قوي بينهم. بس انا بقول دي حالات حضرتك والسيده خديجه كان فرق بينهم كبير، لكن اللي انا عايزه اقول ايه، دي مش قاعده، دي حالات نادره. ما انا بقول ما اقدرش انا اقول ان ده ينفع. انا اللي عايزه اقوله ايه؟ ثواني. ايوه، ان هي دلوقتي حرام عاشت سن دلوقتي مش سنها. لو سالنا شيماء عندها كام سنه في الحقيقه، بس هي بتقول لسه هتلاقيها هي دلوقتي، ما انا عارفه حضرتك هي هتلاقي سنها دلوقتي كبر ولسه لابسه دبلته 20 30 سنه. طب انا ليه عملت فيها كده؟ مش فاهم قصدي. انت حاسه ان هي عدت بتجربه ما كانش مستاهله؟ مش هي حرام، هي ليه في السن ده تعيش كل ده؟ فاللي انا عايزه اقوله، بفكر كأم دلوقتي. انت كأم. أيوة كأم. بس هي حاسه ان انت فاهمه قصدها ايه؟ انا فاهمه اللي انا عايزه اقوله. اللي انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا لو احنا كمجتمع عربي بنقول كده، حتى بره اللي احنا بنقول الناس بتعمل كده، انجلترا ولسه اخر ابحاث اتعملت في كاليفورنيا قالوا لك نسبه عاليه جدا 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 من الطلاق اذا كان الفرق السن كبير، لان مفيش تكافؤ. اذا فرحان في الشكل يعني اذا انا هقول لحضرتك حضرتك لسه قايله ان نسبه الطلاق بقول لحضرتك ايه، مش بقول لحضرتك ايه، حالات نادره. انا بتكلم اللي عايزه اقوله، ما اقدرش اقول دي قاعده، لان انا ام وعندي اولاد، وانت بكره بنوتك هتكبر، وانا متاكده انك لا هيقف ويقول لها لا. ليه؟ عشان حرام التجربه اللي هي عاشتها. هي دلوقتي شيماء عايشه سن مش سنها، هي بتقول لك انا حزينه ليه، لانها تعرضت فعلا. ايوه انت انا طبعا بنعتذر عن ان يعني صح. احنا جبنا لك الصور وهي الست شافت الصور من هنا وعماله بتعيط من هنا. طيب يعني نشوف بقى الصور بتاعها. بس سماح مش عايزين حتى سماح قالت كلمه مفيده في الفاصل، قالت انا تاقلمت بعد كده. تاقلمت ممكن تبقى مش سعيده كل السعاده، احنا بنحترم جوزك لو بيسمعنا طبعا، بس يعني انت تكرري التجربه مع اولادك وتخليهم يتجوزوا. لا طبعا. لا الراجل لا اللي عنده قدره على الاحتواء، لو سمعت يا مدام ماجده، الراجل اللي عنده قدره على الاحتواء ان ياخد قرار انه يفتح اسره، يمكن عاش حياه تعيسه قبل كده، وفي فتره انه شاف حد ممكن ياخده لدنيا جميله تسعده وتسعد ايامه وتسعد لياليه. ليلى لو جات لك قالت لك بحبه يا بابا يا فندم، انا في نقطه التربيه الدينيه يا فندم، من فضلك يا فندم، احنا مجتمع سوي يا فندم، احنا مجتمع سوي، ما ناخدش الاكستريم الشمال او الاكستريم اليمين.